السلام عليكم. أوكرانيا أشعلت الحرب مع روسيا، وذلك من خلال استهداف رمز السلطة الروسية ومقر الرئيس ورئيس الدولة الروسية، ألا وهو مبنى الكرملين. والاستهداف كان بطائرات المسيرة المفخخة. قبل ساعات جاء هذا الإعلان عن هذه الهجمات بطائرتين مسيرة، بل كان هنالك تصويرا بهذه الطريقة للطائرات المسيرة وهي تستهدف مبنى الكرملين الذي ترونه بهذا الشكل. تلاحظ إحدى الطائرات وهي تحقق هذا الاستهداف، لقطات أخرى كانت قد نشرت لهذه الضربات، وكما تلاحظ بأن القبة الموجودة في مبنى الكرملين وهي تحترق بهذا الشكل. أيضا هنالك لقطة نوعا ما أقرب لطبيعة النار التي تشتعل على قبة الكرملين، وطبعا هذا استنفر الروس موسكو، استنفرت أمنيا بشكل كبير وقامت بفرض حظر على الطائرات المسيرة من التحليق في موسكو في عدد من المناطق. كما ترون هنا باللون الأحمر أغلب المناطق هي تمثل المناطق التي فرضت فيها موسكو الحظر على الطائرات المسيرة، ممنوع أن تحلق أي طائرة، وهنالك انذار كبير مستمر في العاصمة بعد هذا الهجوم. طبعا روسيا اتهمت بشكل مباشر أوكرانيا وقالت بأنك أنت يا أوكرانيا من نففت هذه العملية، بل إنهم قالوا بأن أوكرانيا تهدف من خلال وكانت تهدف من خلال هذا الهجوم على اغتيال وتحاول اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. طبعا هذا أشعل التصريحات من أعضاء مجلس الدوما الروسي. على سبيل المثال سيرجي ميرونوف كان قال بشكل واضح: الهجوم على الكرملين سبب مباشر للحرب وتصفية القيادة السياسية الأوكرانية. بمعنى آخر أن الحصانة قد رفعت عنك أيها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، والآن سنحاول اغتيالك هذه المرة، وأنت سيكون رأسك مطلوبا بالنسبة لنا بما أنك حاولت وتجرأت بالطائرات المسيرة على تهديد حياة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن ما هو مثير بهذا الأمر أن الأوكرانيين نفوا هذه القضية تماما ونفوا مسؤوليتهم عن هذه القضية. السكرتير الصحفي طبعا لزيلنسكي قال: ليس لدينا معلومات حول ما يسمى بالهجمات الليلية على الكرملين، بل إنهم قالوا بأن هذا العمل قد يكون من عمل المقاومة الموجودة ضد النظام الروسي في الداخل الروسي، وأطلقوا هذه الطائرات المسيرة وقاموا بهذا الاستهداف. وقالوا أيضا في اتهامات أخرى بأن روسيا قد تكون هي من افتعلت هذه المسألة، لأنها تخطط للقيام بهجمات كبيرة وقوية على كييف وعلى أوكرانيا، ولذلك افتعلوا هذه المسألة في هذا التوقيت. اتهامات أوكرانية ومحاولة لتبرئة أنفسهم مما جرى طبعا، وخاصة أن الأوكرانيين يقولون: كيف من الممكن لطائرات مسيرة تحلق بهذا البطء بهذا الشكل على ثاني أقوى دولة بالعالم، تأتي إلى الكرملين وتحقق هذا الاستهداف بهذه الطريقة؟ أين هي المنظومات الدفاعية؟ أين هي الإمكانيات الدفاعية الروسية يا ترى؟ وعلى هذا الأساس هنالك من لا يصدق هذه القصة أبدا، ويعتقد أن الأمر مدبر أو جاء من الداخل، وخاصة أن البيت الأبيض قبل دقائق من الآن في أخبار عاجلة كانوا قد وضحوا بأنهم لا يمكن لهم السماح للأوكرانيين ولا يشجعون الأوكرانيين بالقيام بأي هجمات مباشرة بالطائرات المسيرة على الكرملين، لأن هذه طبعا مسألة كبيرة. ولكن في نفس الوقت وبشكل عام يفغيني بريغوشين قائد قوات فاغنر كان قد وضح وقال بأن هنالك احتمال أن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في الوقت الراهن، هناك أعلى نشاط للطيران الأوكراني. فعلا كان هنالك نشاط أوكراني للطائرات المسيرة بشكل كبير في فجر هذا اليوم. فمع الأنباء عن مبنى الكرملين وهذا الاستهداف بالطائرات المسيرة، كان هنالك أيضا استهدافا آخرا قد جاء على مستودعات للنفط مهمة للغاية في كريسنادورسكي كراي، هذه إحدى الأقاليم الموجودة القريبة من شبه جزيرة القرم كما وثقتها الديلي ميل البريطانية. وكانت هنالك لقطات لطبيعة هذا الاستهداف بالطائرات المسيرة، كانت هذه البداية. هنا اشتعل هذا المستودع للنفط كما ترون، وأيضا كانت هنالك لقطة بعيدة هي مهمة بالنسبة لنا لكي نحدد الموقع. طبعا لنأخذ اللون الأخضر، واضح جدا بأننا أمام هذا الجسر، وهو الجسر مضيق كيرش الذي يرتبط طبعا بشبه جزيرة القرم. نلاحظ بأننا أمام هذه الأقواس المميزة، وأيضا بأن المنظر يأتي بهذا الشكل من هذه المياه المهمة الموجودة طبعا على البحر الأسود، قد يكون إلى اليمين قد يكون إلى الشمال سنرى، ولكن الانفجار في هذا المستودع يأتي بهذا الاتجاه. إذن يجب أن نضع الجسر إلى اليمين وإلى الشمال المياه، ونحاول أن ننظر ونستغل هذه الأقواس التي تحدثنا عنها. وبالتالي كانت هي لحظات صعبة، الكل يصور هذا الانفجار الذي جاء
بهذا الشكل في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم على هذه النقطة أيضا. وبالتالي إذا ما لاحظنا وأخذنا على سبيل المثال أيضا هذه الصورة المهمة لهذا الانفجار الذي جاء في هذه المستودعات، تلاحظ بأننا أمام هذا المبنى الأبيض الكبير، هنالك سكة حديدية، مسافة هنا مسافة هنا، وأيضا أنت تلاحظ بأنك أمام مستودع أول وثاني والثالث هو الذي احترق طبعا، وهذا هو الرابع، وبأن هذا المبنى الذي ترونه الأبيض هو يأتي يعني مقابلا ومباشرا مع هذه المستودعات. ونلاحظ بأننا أمام أبراج أيضا هي مهمة لتحديد هذا الموقع، هنا واحد هنا اثنان وهنا ثلاثة بالنسبة لهذه الأبراج، لكي نحاول أن نحدد هذا الموقع أين جاءت هذه الضربة وهل هي في شبه جزيرة القرم أما بعد شبه جزيرة القرم. طبعا سنلاحظ بأن المنطقة التي تحدثنا عنها ألا وهي كريسنادارسكي كراي، ألا وهو الإقليم الروسي، هو يأتي بهذا الاتجاه من مضيق كيرش، والحديث عن أن هذه المنشأة موجودة بالقرب من مدينة تامان الروسية. إذا نحاول أن نذهب أولا إلى هذه المدينة التي تحدثنا عنها ألا وهي مدينة تامان. سنلاحظ بأن المدينة تأتي بعد مضيق كيرش، أي أنها ليست في شبه جزيرة القرم. هذا هو مضيق كيرش وهذا هو الجسر المشهور الذي استهدف سابقا. نحاول أن نجد هذه الأقواس أين هي. سنلاحظ هذه هي الأقواس الخاصة بهذا الجسر، لنضع الجسر إلى اليمين ونلقي نظرة مباشرة على المنطقة التي تحدثنا عنها. هذه هي الانعطافة طبعا وهذا هو الأقواس طبعا، ونحاول أن نأخذ نفس النظرة التي كانت قد ظهرت في المقطع طبعا. وستلاحظ بأن النظرة تأتي بهذا الاتجاه، توضح أن المنطقة من المفترض أن تكون مشتعلة بهذه الطريقة، هذه الأقواس وهذه الانعطافة، كل شيء يتطابق لنا طبعا من هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس نحن فعلا أمام نقطة واضحة جدا، ألا وهي هذه هي تامان وهذه هي المنشأة النفطية التي ترونها وأصبحت واضحة بالنسبة لنا، وخاصة إذا ما اقتربنا بشكل أكبر لكي نلاحظ أين بالضبط هذا المستودع الذي ضرب بالطائرات المسيرة. نتوقف هنا قليلا، وطبعا النقطة التي استهدفت ستلاحظ أنت أمام هذا المبنى الأبيض وهذا مبنى أبيض، ولكن بشكل عام نحن أمام حقيقة الأمر بأن هذا هو المبنى الأبيض الوحيد الذي يأتي فيه مستودعين طبعا كما لاحظنا في الصورة. ونلاحظ بأننا هنا المستودع الأول والثاني طبعا، وهذا لا يتطابق مع هذا مع هذه المنطقة، وبالتالي يجب أن نقترب من هذا الاتجاه أكثر لنحدد هل نحن فعلا قد وجدنا المنطقة التي تحدثنا عنها أم لا. ستلاحظ أنت أمام سكة الحديد المبنى الأبيض، ومن ثم تأتي هذه المستودعات، نقترب أكثر لنتأكد. ستلاحظ ببساطة بأنك أمام كل العلامات التي تحدثنا عنها، هذا برج أول، برج ثاني، برج ثالث، المبنى الأبيض الذي تحدثنا عنه، وطبعا هنا واحد اثنان ثلاثة وهذا المستودع الرابع، يعني أن الطائرة المسيرة ضربت هذا المستودع تحديدا في ظل هذه التفاصيل. وحتى أن وكالة ناسا من الفضاء كانت قد وثقت النقطة التي حددناها هنا لنقترب قليلا، فهذه المنطقة التي حددناها التي تؤكد الاشتعال. طبعا الاشتعال ذهب يمينا وشمالا وهو ما جعلها تظهر بهذا الشكل، وتؤكد فعلا بأننا أمام خطر كبير للغاية يأتي على هذه المستودعات التي نتحدث عنها، وأن هنالك تكرارا وليلة أو فجر كان في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم كانت هنالك هجمات بالطائرات المسيرة كثيفة، يؤكد كلام يفغيني بريغوشين قائد قوات فاغنر. أيضا في نفس الوقت قبل أيام قليلة وتحديدا قبل 3 أو 4 أيام في 29 أبريل كنا أمام هجوم أيضا على مستودع نفطي كبير موجود في شبه جزيرة القرم في استهدافات مشابهة ومقاربة لما نتحدث عنه. بمعنى آخر إذا ما حاولنا أن نستذكر هذه الضربة التي جاءت قبل أيام قليلة، نقترب من قاعدة سيفاستوبول كما ترون من هذه المنشأة النفطية المهمة، تقترب منها. هذه هي المنشأة التي استهدفت أيضا بطائرة مسيرة بهذا الشكل، في الحقيقة كانت تبدو وكأن طائرتين مسيرة هي التي استهدفتها. انفجار كبير للغاية جعل العالم يستغرب من طبيعة قدرة الأوكرانيين على الوصول إلى هذه النقاط، وجاءت تحديثات من القمر الصناعي لطبيعة الأضرار التي جاءت على هذه المنشأة. وستلاحظ هنا الصورة قبل وهنا بعد، لاحظ الاختلاف الذي جاء واضح جدا، هو يأتي على كل هذه المستودعات التي قد دمرت، وواضح بأن هذه المستودعات هنا تضررت، ولم يبقى للروس في تلك المنطقة إلا هذه المستودعات التي ترونها هنا. وهذه تأتي على ما يبدو من ضمن استراتيجية يتحدث عنها الأوكرانيين
كثيرا وأساسا تحدث عنها بشكل مباشر وزير الدفاع الأوكراني بنفسه، قد تحدث مؤخرا إلى ذي أتلانتيك، والذي قال بأن شبه جزيرة القرم في حقيقة الأمر نحن سنسيطر عليها وليس هنالك خلاف على هذه المسألة، ولكن يجب أن ننتبه بأن الروس في هذه المنطقة قاموا بتحويل شبه جزيرة القرم إلى قلعة محصنة، قلعة كبيرة، حصنوا أنفسهم خنادق كبيرة جدا، ألغام، خطط دفاعية مكثفة للدفاع عن هذه المنطقة، وبالتالي نحن يجب أن نقطع كل الإمدادات اللوجستية على هذه المنطقة المهمة للغاية، وبعد ذلك سيكون وستكون القوات الروسية مجبرة على الانسحاب إلى أراضيها. وبالتالي نلاحظ نحن وكأننا أمام تطبيق لهذه العملية التي يتحدث عنها وزير الدفاع الأوكراني. تحدثنا عن الضربة التي جاءت على هذه المنشآت طبعا النفطية أو المنشأة النفطية الموجودة في تامان، وأيضا الضربة التي جاءت على منشأة سيفاستوبول، والتي طبعا تجعل هنالك مشكلة حقيقية لدى الأسطول البحرية الروسي في التزود في الوقود، فأصبح الوقود مسألة صعبة للغاية، أي أنه لن يكون هنالك إمدادا سهلا وتحتاج إلى وقت كبير لكي يوصلوا الوقود لهذا الأسطول البحرية العملاق الموجود طبعا في سيفاستوبول. هذه مشكلة حقيقية. أيضا في نفس الوقت أن القوات الأوكرانية وتقوم بعمليات قصف مهمة للغاية تأتي في نقطتين في توكماك وكذلك في منطقة أخرى يطلق عليها ميكاليفكا، وتوضح هذه العمليات التي تقوم بها القوات الأوكرانية بأنها تحاول التقدم إلى توكماك والتي ستفتح الباب إلى بيرديانسك هنا بهذا الاتجاه سيطرة عليها، وبالتالي تقطع هذه المنطقة التي ترونها هنا في زاباروجيا، تقطعها وتقطع الإمدادات التي تأتي للقوات الروسية من اليمين إلى الشمال، هذا لن يكون ممكنا بالنسبة لها بعد ذلك بعدما الوصول إلى هذه المنطقة طبعا مع تهديد مدينة ماريوبول. وأيضا في نفس الوقت هم بدأوا يقصفون ميكاليفكا التي نتحدث عنها في تهيئة واضحة جدا إلى التقدم إليها وبعد ذلك إلى ميليتابول والوصول إلى شبه جزيرة القرم، وطبعا التقدم من خيرسون. وتوضح أن ما يتحدث عنه وزير الدفاع الأوكراني بأننا بوصولنا إلى هذه المنطقة لن تكون هنالك إمدادات بعد الآن إلى شبه جزيرة القرم، الطاقة والوقود أصبح غير موجودا، أصبح دائما يستهدف، أي استهدافات مستقبلية ستضعه تحت الخطر، وأيضا أي استهدافات بهذا الشكل على الجسر مضيق كيرش أو ما يأتي من مضيق كيرش فإنه في مشكلة حقيقية، ويجب أن ننتبه أن سكة الحديد هناك لا زالت مدمرة من الهجوم الأخير الكبير الذي جاء على ذلك الجسر، وبالتالي تعزل هذه المنطقة تماما، تراها معزولة، وبالتالي ما يتحدث عنه وزير الدفاع الأوكراني تعزيلها بهذه الطريقة، والقوات الروسية ستجدها بعيدة تماما، ونحن نتقدم ونسيطر على شبه جزيرة القرم. ولكن البعض قد يعتقد بأن من الصعب تصديق بأن وزير الدفاع الأوكراني وكثير من المصادر الأوكرانية تتحدث عن خطتها وكيف ستهاجم، الروس يستعدون لهذا الأمر وهذا أمر منطقي، ولكن ما هو مثير أن بوليتيكو كانت قد كشفت بأن هنالك حقيقة تخفيها كييف عن الجميع، حتى الأوروبيين والأمريكيين هم لا يشاركون الخطة للهجوم المضاد وتفاصيل هذا الهجوم الذي يخططون له، وبالتالي هذا ما نقلته بوليتيكو يوم أمس. مسؤولون أوروبيون على اتصال مع قادة عسكريين في أوكرانيا، كييف تخفي تفاصيل هجومها المضاد لمنع تسرب معلومات حساسة يمكن أن تضر بمواقفها في ساحة المعركة، لذلك لازلنا أمام عامل المفاجأة لم يتغير أبدا. المثير بهذا الأمر أن هذا الجندي الأمريكي الذي ترونه هو جندي أمريكي سابق اسمه رايان ماكبيث، هذا الرجل كان قد نشر منشورا كاملا حول كيف سيكون الهجوم المضاد وكيف ستتمكن القوات الأوكرانية وفي حقيقة الأمر ما الذي يجب أن تفعله من أجل اختراق الحصون القوات الروسية والتحصينات والخنادق وغيرها، وبهذا الرسم البسيط كان قد شرح هذه المسألة. هو وضح بأن هذه هي الخطوط الدفاعية طبعا الروسية باللون الأحمر، هي القوات الروسية والتحصينات الخاصة بها، وهنا طبعا هذه هي كلها الألغام وهذه هي القوات الأوكرانية. في البداية قال يجب أن نقوم بعمل استخباري، عمل استطلاع تحدد كل النقاط وكل المواقع، وحتى قد تكون مضطرا لإرسال بعض الفرق لكي تدقق أين هي الألغام، وكذلك تحاول أن تحدد من أين تأتي عمليات القصف إن كانت المدفعية أو إن كانت من الهاونات وغيرها،
تحدد كل المواقع، تجمع المعلومات الاستخبارية، وبعد ذلك تقوم بعملية التحضير البريبريشن من خلال ضرب المدفعية وضرب طبعا الهاونات، ضرب المدفعية الدقيقة، تضرب كل القدرات المدفعية الخاصة بالقوات الروسية التي ممكن أن تضر بالهجوم الأوكراني، وبعد ذلك تقوم بعملية الاختراق بريتشينج، تبدأ بالاختراق بهذا الشكل وتحاول أن تفتح طريقا بهذه الطريقة لكي تقتحم القوات طبعا الأوكرانية المنطقة مع ضرب القوات المتقدمة في خط الدفاع الأولي، وبعد ذلك ببساطة تنتشر هذه القوات وتقتحم في المنطقة التي تحدثنا عنها طبعا، وبعد ذلك تسيطر على الخط الأول، ومن ثم تقوم بعملية تجميع القوى، تجميع الوقود، محاولة تجميع الذخيرة وغيرها، ومن ثم تقوم بالهجوم على الخط الدفاعي الثاني كما شرحه هذا الجندي الأمريكي السابق الذي يهتم بمثل هذه التفاصيل. الكثير من النظريات، الكثير من الأمور تجري الآن، والأحداث والتطورات الخطيرة، والكل ينتظر ما الذي سيجري بعد الهجوم على الكرملين، وهل الأوكرانيين فعلا سيحققون ما يبحثون عنه، وهل بدأوا أساسا؟